بسم الله. خلينا نرسم اي مبنى، ادي نيو بيلدينج. فيبدأ يقول لي انت عايز البيلدينج بتاعك التايب بتاعه، ابدأ اختار اللي انا عايزه. اوكي ابدا اختار انا عايز ارسم ايه، وباني طريقه، و ده الارتفاع ما دمت هرسم اكسترود. انما لو اخترت حاجه تانية الاعداد بتختلف. ارسم بول لاين ولا ريكتانجل، خليها مثلا ريكتانجل، وابدا ارسم شكل بسيط اهوت، وخليها نرسم شكل كمان. لاحظ ان هو كل ما برسم بيبدأ يعمل لي، فهو عمل لي بلوك 1 وحط فيها زون 1 اهوت. عمل لي بلوك 2 وزون 2. بعد كده بتبدأ تدخل بقى ايه في الاكتيفيتي، وتبدأ تظبط الاعداد ديت. يعني مثلا الاشري بيلدينج تايب بسلايم ولا بربوز، التمبليت تبدأ تختار التمبليت اللي انت هتحسب على اساسه، الفلور اريا بيبدأ يديني المعلومات بتاعت الفلور اريا، بتاعت الفوليوم، الكيوبنسي تمام كم شخص في المتر المربع، الاسكادول تبدأ تدخل معلومات الاسكادول تمام. كل الفكرة كلها ان انت بتدخل المعلومات الخاصة بالمبنى دوت، مثلا هوليداي كم يوم اجازة، كم يوم هوليداي في السنة تمام. تقدر تحدد بقى حسب الدولة أيام الأجازات. الانفيرومنت كنترول تقدر تدخل الإعداد بتاعت البيئة تمام بالشكل دوت، ثاني الكربون مثلا، عندك كمبيوترات ولا لأ تقدر تدخلها، طب عندك أوفيس إكيوبمنت ولا لأ تمام. الكونستراكشن بتبدأ تدخل كل المعلومات، يعني مثلا الهوايت اكسترنال تولز، فتبدأ تدخل المعلومات بتاعتها، تختار مثلا الحتة ديت تمام. وكل حتة فيهم بيبقى فيها الخصائص بتاعتها وفيها الليارات. لما بتدخل وتقول مثلا عايز اعمل اديت مثلا الحتة ديت، بتلاقي كمية المعلومات اللي تقدر تعدل فيها رهيبة جدا، هي مكونة من كام لاير، الخصائص بتاعتها، الصورة بتاعتها، كالكوليت الكوست، الانترنال سورس. هو برنامج غالب المعلومات وفيها المعلومات الافتراضية اللي المفروض انها صح. الاوبننج مثلا تبدأ تشوف الابعاد بتاعة الحوائط كلها تمام، ونسبة الويندو للحيطة وارتفاعها والسبيس بتاعتها، الفريم اللي هي فريم ولا لأ، طب الاعداد بتاعة الفريم متقسم، الفريم والازاز ده متقسم ولا لأ تمام، الدور، الابواب تمام. تقول له مثلا بعمل لي الابواب افتراضية تمام، الشيدنج بتاعك ويندو شيدنج مثلا، اللايتنج، تبدأ تدخل الاعداد دي كلها تمام. وبعد كده اول ما تقول بقى ابدأ احسب لي، فيبدأ هو يطلع لك الاسكادولات اللي تقدر من خلالها، يعني تبدأ هو اول ما تقول له احسب بيقول لك طب انا عندي اختيارات معينة، تبدأ تختار منها بحيث تجيب الحاجة الخاصة بيك، يعني التمبريتشر واللود والحاجات دي، بتشوف هل انت موافق على الارقام ديت، وبعد كده تقول له اوكي. هو بيبدأ يعمل الداتا ديكشنري، وبيجهز لك الانرجي بلس، ويبدأ يجيب لك المعلومات بالشكل دوت تمام. تقدر تقول له انا عايز مثلا سايد داتا، طب ده انا عايز الكمفورت، الراحة الحرارية، الانترنال جاين تمام. طبعا لو احنا شغالين في مشروع حقيقي بيجيلك المعلومات ادق، واحنا بس بنشوف سرعة كده تمام. هنا شوف مثلا الجريد تمام، هشوف تيبل بالشكل دوت، شوفها شكل جرافيك عند تيبل. الواي اكس عايز اكس تخليه لوك اكس مثلا، من رقم معين لرقم معين. الابيرنس تقدر بقى تغير في الفونت، في الستايل، في الليجند، في شو بوينت مثلا تمام.
وهنا السمري ملخص للمعلومات دي كلها. طيب انا دلوقتي مثلا بعد ما عملت كده عايز اصدر المعلومات ديت، فبقول له اكسبورت، اقول له انا عايز اصلحها مثلا لفايل معين. طب بيقول لي انت عايز تصدرها لصوره ولا بيتماب ولا جي بي جي ولا ويندو ميتا فايل، تمام. بيقول لك العلاقات بتاعتها، فبتقول له مثلا عايز اصدرها لصوره فبيصدرها لصوره، تمام. بديها مثلا اي اسم واي على الاف مثلا اهي 1 2 3 تمام، بحيث ان انت تاخد الصوره دي تحطها في اي بحث عندك. طيب ممكن تقول له اصدرها لي بحاجه تانيه، تمام. انا عايز اصدرها مثلا للطبعه تطبعها او كليب بورد، تمام. كليب بورد معناها ايه؟ بشوف بقى عايز افتيشن مثلا، اوكي. عمل ايه؟ ما عملش حاجه. طب افتح بقى برنامج الوورد كده نشوف هو عمل ولا ما عملش. بقول افتح لي ملف فاضي، اما اقول له بست. تمام، فبياخد لك صورة ويحطها لك هنا في قلب البرنامج. طيب هل في حاجة تانية؟ طب خلينا نبص كده، اقول له صدرها لي ريبورت، تمام. تقرير الريبورت هنا هقول له مثلا الكابتشن كذا، والنوتس اكتب له مثلا كيب ان تاتش، تمام. اقول له اوكي. احنا رحنا فين بقى؟ تعالى تاني سورت داتا واختار برضه ريبورت واقول له هنا اوكي، تمام. وهنا هتلاقي ملخص للمعلومات. طيب هتيجي هنا تقول له كومباير ريبورت، هتبدأ تشوف الريبورتات اللي كانت موجودة قبل كده اهيت، وبيقول لك انت عايز تشوفها بأي شكل من الأشكال، وعايز موضوع واحد في كل صفحة ولا عايز من كلهم في صفحة واحدة، تمام. ممكن تخفي واحدة فيهم، تزر واحدة فيهم براحتك، تمام، بحيث يبقى عندك التقارير كلها. ولاحظ ان هو هنا بيكتب لك النوتس اللي احنا كتبناها زي ما انت شايف. فبعد كده تديله تايتل، يقول لك اختار المواضيع اللي انت عايزها تبقى موجودة في الريبورت بتاعك. هو بقى بيعمل لك التقرير وبيعمل لك على ملف دي او سي، ملف وورد. بيقول لي عايز تفتحه؟ افتح يا عم، تمام. فهو بيبدأ يجيب لك المعلومات اهي بالشكل دوت، التقرير كده. احنا شفنا ازاي نقدر نصدر. وممكن تيجي من فايل تقول له اكسبورت، وتقول له انا عايز اصدر 3 دي دي اكس اف، عايز اصدر انرجي بلس، فتصدر الملف دوت وتكمل على انرجي بلس. عايز اصدر الريبورت على هيئه سي اس في وتفتح اكسل، صدر لي كاسمبلي، يعني كل الحاجات دي تقدر تصدر الشغل بتاعك. وتقدر تعمل امبورت برضو، وده اللي انا بتكلم فيه بعد كده، ان انت تقدر تعمل امبورت من ملفات بيم.